الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أنا سعيد والله بالمشاركة معكم هذا المساء، وسعيد بأن أكون بين يدي هذه الرجول الطيبة، وسعيد بأن أشارك في هذا الاحتفال الطيب البهيج بأهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يسكننا في دربهم ويجعلنا منهم. سعيد بأنني خريج هذه الحلقات وعشت أياما طيبة، أيام لم تكن تعقد مثل هذه الاحتفالات البهيجة، وإنما كانت حلقة في المسجد أنهينا فيها القرآن بحمد الله ومنه وفضله، فلا زلنا والله ما زلنا نذكر أساتذتنا وأشياخنا وجلساتنا في أيام الحفظ بخير. أتمنى أن أكون كطفل في هذه الحلقات. أوعيت في دم نفسي نادى الواري، أوريت في دم نفسي نادى الواري، يا شعلة الإيمان والإصرار، متجلبب بالنور يقتحم المدى شمسا تبدد ظلمة الأغوار. أقبلت في حلل المكارم رافلا بالطهر، أرجه نعيم نضار. من أنت؟ واشتعلت حروفي لهفة تمتاح نبض الدهشة المتواري. من أنت؟ تحتفل العوالم في دمي ويرق في الآمات عطر ساري. من أنت؟ أخصبت المدائن بهجة وأصاخ نبض الكون في إكباري. من أنت؟ خطوك في الدروب معانق غدنا بملحمة من الأنوار. من أنت؟ علونا الذي ساورته يا ابن الهباء على شفير هار. من أنت؟ كيف انداح فجرك هاهنا؟ كيف استراح إلى سناك الساري؟ من أنت؟ قل لي فالسؤال يحيلني شجنا على شجر بلا أطوار. من أنت؟ أجهشت المرافئ في المدى تنأى بها سفن بلا إبحار. من أنت؟ أمرك في العقول محير وكأنه سر من الأسرار. فأجابني والمجد يرسم لوحة بالنور مشرقة بغير ستار. إني فتى الإسلام ردء عقيدة طهر تبدى من سنى الأطهار. أنا مسلم في درب أحمد سائر صلى عليه الله من مختاري. أشعلت في دنيا المكارم من دمي عزما يكلل ذاهلا يذلل كاهل الأخطار. من روضة التحذير أكتب قصتي لم يكفها سفر من الأسفار. من منهل الوحيين أنهل راضيا بهما بنورهما عمار الدار. إن أجلبت خيل الشياطين التي بثت من القنوات كالأقذار، فأنا هنا من طهر زمزم أستقي أسكو بديني عن أذى الفجار. يا شاعرا بهر الوجود بشعري، انثر ثناء الفخر في الأمصار، واروي البطولة ملأ أسفار الفداء عن سيرة العلماء والأبرار. أنا في دروبهم الشريفة سائر، العزم ركبي والمضاء دثاري، واليوم مجدي هاهنا يبدو به بعض الذي يروى عن السمار. ولقد أتيت اليوم تشهد حفلنا وترى فخاريا فوق كل فخار، وترى الشبيبة في دروب تفوق متنافسين كماء نهر جاري. عقد الجمال بهم تكامل دره كالبدر بين كواكب ودرار. هذا هم والمجد يشبه بعضه جيل يحاكي هالة الأقمار. عشر من السنوات مرت، عشر
من السنوات تشهد عزهم في مجمع التوحيد في إكبار فاشهد هنا المجد الذي ترنو له واروي الذي شاهدت من أخباري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.